صباح الخير متابعينا الأعزاء، معكم ماهر معروف من شركة جراند كابيتال. هذا هو التحليل الفني اليوم الثلاثاء 8 يناير 2019. مثل العادة نبدأ تحليلاتنا اليومية من الذهب. نلاحظ أن الذهب انخفض في جلسة تداولات اليوم عن مستويات إغلاقات البارحة، والتي كانت بالقرب من مستويات 1291 دولار أونصة الواحدة، حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 1288 وانخفض نحو المستوى 1282 دولار الأونصة الواحدة. حاليا الذهب حول متوسط متحرك 7 على المدى اليوم الطويل. نلاحظ أن التداولات نستمر في المسار الصاعد. يمكن القول بأن الذهب بدأ يشكل مرحلة تصحيح للمسار الصاعد، ولكن هناك شروط حول ذلك. بالنظر إلى الفترة الزمنية الأقل، نلاحظ بأن الذهب حاليا يتداول عند المستوى المتوسط المتحرك 50، الذي هو كان قد كبح جناح الهبوط يوم الجمعة الماضية عند مستوى 1275 دولار الأونصة الواحدة، وبالتالي من المرجح أن يشكل الخط المتوسط 50 على الفترة المتوسطة على 4 ساعات نقطة دعم للسعر وتدفعه نحو مزيد من الصعود، وبالأخص أن هناك مستوى دعم آخر هو المستوى 1280 دولار الأونصة الواحدة، وبالتالي في حال صمود هذا المستوى الدعم قد نلاحظ استعادة استمرار الذهب نحو مناطق 1296، ولكن حسب التوقعات من المرجح أن يتم هناك حركة تصحيح نحو مستويات 1275 ومن ثم 1266. المتوسطات المتحركة على المدى القصير 4 ساعات كما ذكرنا، السعر بين المتوسط المتحرك 50 والمتوسطات 27، هناك تقاطع هبوطي بين 27، وبالتالي في حال استمرار هذا التقاطع وتم تقاطع المتوسط المتحرك 50، من المرجح أن نشهد مزيد من الانخفاض للسعر، وقد يستمر ذلك كما ذكرنا نحو منطقة الدعم المنتظرة عند بين مستوى 1266 و 1262. بالانتقال إلى اليورو، أيضا اليورو تمكن اليورو من الهبوط اليوم بعد ارتفاع يوم البارحة، حيث اخترق البارحة مستوى المقاومة القوي 1.1443 واقترب من المستوى 1.15500، حيث شكل أعلى ارتفاع 1.1481 عن جلسة البارحة. واليوم مفتاح الجلسة الآسيوية انخفض السعر يعود مجددا لاختبار مستوى المقاومة السابق والذي تحول إلى مستوى دعم 1.1443، ولم يتمكن من اختراقه حتى الآن. في حال استمر السعر بالصمود فوق هذا المستوى، فمن المرجح أن نلاحظ أن هناك مسار صاعد إلى اليورو يكبح المسار الجانبي الطويل المدى والذي استمر منذ تاريخ 7/11 الماضي حتى اليوم في مسار هادئ، كون المتوسطات المتحركة هي تحت السعر، وبالتالي في حال استمرار السعر تداولاته فوق هذه المتوسطات المتحركة من المرجح أن نشاهد ارتفاع جديد للسعر وأن نشاهد أرقام جديدة لم نشاهدها منذ تاريخ 11 نوفمبر الماضي. الاستوكاستيك في تقاطع صعودي يقترب من منطقة تشبع الشراء، وفي حال استمرار المؤشر في الصعود ودخول هذه المنطقة من المرجح أن نشاهد ارتفاعات جديدة للسعر. بالانتقال إلى الجنيه الاسترليني، تداولات هادئة اليوم للجنيه الاسترليني بعد 3 تداولات قوية صاعدة. التداولات اخترق مستوى المتوسط المتحرك 50 وحاليا تداول فوقه، وبالتالي من المرجح أن يشكل هذا المتوسط مستوى دعم للسعر يمنعه من الانخفاض، وبالأخص كون أن التداولات هي عند المستوى 38.2 لتراجع الفيبوناتشي عند المستوى 1.2780، والذي يشكل أيضا كان مستوى مقاومة للسعر واخترقه السعر. ولاحظ اقتراب متوسط 7 في اتجاه صاعد ليخترق للتقاطع مع متوسط 20 ويتجه نحو التقاطع متوسط 50. في حال تم هذا الشيء من المرجح أن نشاهد تعزيز إيجابي وفرص إيجابية للصعود نحو اختبار المستويات الجديدة عند المستوى 1.2876. يدعم هذا الكلام الاستوكاستيك الذي بدأ في الدخول في منطقة تشبع الشراء. في حال استمر السعر الاستوكاستيك في الحركة الجانبية دون هذه المنطقة، من المرجح أن نشاهد ارتفاعات أخرى للسعر، ولكن عند هذه المنطقة أي خروج من هذه المنطقة قد يكون تصحيح نحو مستويات الدعم السابقة. بالانتقال إلى الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، تمكن الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في الإرتداد خلال الجلسات الثلاثة الماضية
حيث وصل إلى خط الرقبة المكسور لنموذج الرأس والكتفين الانعكاسي السابق، وبالتالي اليوم ارتد عنه بتداول حالي عند المستوى 0.7125. سيشكل خط الرقبة السابق والمتوسط المتحرك 50 مستوى مقاوم للسعر ويدفعه نحو مزيد من الانخفاض. ولكن نشاهد أن المستويات كما ذكرنا أن السعر يتداول بين المتوسطات المتحركة، وبالتالي هي حالة نوع عدم من اليقين. ننتظر حدوث مزيد من التقاطعات واستقرار السعر التداول فوق المتوسطات أو تحتها، حتى نقول أن في مسار واضح من المرجح أن يستمر المسار الهابط، وذلك تحت تأثير النموذج الانعكاسي السابق. هناك اليوم هي نحن نشاهد حركة مرتدة للسعر، وهي حركة مرتدة منتظرة نحو خط الرقبة. في حال عدم تمكن السعر من اختراق خط الرقبة والإغلاق فوقه، سوف نشاهد مزيد من الانخفاضات للسعر، ويكون النموذج المذكور سابقا قد حقق الهدف المرجو منه ودفع سعر الانخفاض أكثر. ومن المرجح أن يعود السعر للتداول ضمن القناة الهابطة وتحقيق مزيد من الهبوط الأكثر. الاستوكاستيك في منطقة تشبع الشراء يقترب من خطان للتقاطع. في حال تم هذا التقاطع وخروج المؤشر من هذه المنطقة، سوف نشاهد مزيد من انخفاض السعر نحو مستويات الدعم 0.7044، أو يسمى المستوى 0.6896، وبالتالي عودة السعر للتداول ضمن القناة الهابطة. شكرا لكم للمتابعة، إلى اللقاء.